بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في فيديو جديد في القناة. الفيديو ده هنتكلم فيه عن البريزما فلو تشارت او البريزما فلو دايجرام. دي حاجة مشهورة جدا، ناس كتير بتسمع عنها في السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز، دايما بتلاقيها في اي تايب من الريفيوز دي. احنا هنتكلم في الفيديو ده بشكل سريع كده ولطيف عن ايه هو البريزما فلو دايجرام او ايه هي الهدف منها. تاني حاجة هنتكلم عن ازاي نعملها عن طريق البورد، برنامج الوورد، وعن طريق برنامج اسمه RevMan 5 التابع للكوكران كولوبريشن. ما تنسوش بقى تشاركوا الفيديو مع اصحابكم وتستمتعوا بالفيديو وتعملوا مثلا لايك ويلا بينا. طيب بالنسبه ايه هو البريزما فلو تشارت؟ البريزما فلو تشارت ده بيلخص بشكل بصري او الفيجوال سمري لمجموعه من الخطوات بتتم في السيستماتيك ريفيو، زي ما احنا شرحنا في السلسله بتاعه السيستماتيك ريفيوز، وان شاء الله هنشرح سلسله اكثر تفصيلا في الفيديوهات اللي جايه. احنا اتكلمنا عن ان هو بيجيب السؤال البحثي بتاعك، بعد ما يجيب السؤال البحثي بتاعك بتعمل حاجه اسمها السيرش استراتيجي. الهدف من السيرش استراتيجي دي انك تستخدمها في اكتر من داتابيز، واستخدامك ليها لاكتر من داتابيز علشان يوسع السكوب بتاع النتائج بتاعتك وتجيب كل الدراسات المتعلقه بالاوتكمز والشغل بتاعك اللي انت حابب تشتغله. فدي اول خطوه اصلا في البريزما فلو دايجرام. اول حاجه كده بيعرفك او بيقول لك ايه هي الايدنتيفايد ريكوردز، او ايه هي عدد الدراسات اللي انت عملت لها ايدنتيفيكيشن باستخدامك للسيرش استراتيجي بتاعتك. فلو هنفترض انك استخدمت مثلا باب ميد، سكوبس، جوجل سكولر، فطلع معاك مثلا 500 نتيجه، فدي تتحط في اول سيكشن في البريزما فلو دايجرام. تاني حاجه هو خطوه اسمها السكريننج. الخطوه بتاعت السكريننج دي انت بتكون بالفعل عملت حاجه اسمها الاليجيبيليتي كرايتيريا. لو انت الدنيا تايهه معاك ممكن تتفرج على الكورس علشان تفهم الخطوات بتاعه السيستماتيك ريفيو، ولكن اللي اقصده ان هو يعني بتعمل حاجه اسمها الاليجيبيليتي كرايتيريا. الاليجيبيليتي كرايتيريا دي بتقول احنا حابين الدراسات بالشكل الفلاني وحابين ان احنا ناخد الدراسات دي معانا في الشغل بتاعنا. بتعمل الخطوه بتاعه السكريننج دي وبعدين بتقول لهم انا اخدت الدراسات دي ليه، وانا عملت اكسكلوجن او طلعت الدراسات دي ليه. في الاخر خالص اخر سيكشن في البريزما فلو دايجرام بتقول لهم انا عدد الدراسات النهائيه اللي انا هشتغل عليها هو مثلا 10 دراسات، 15 دراسه. هو ده بشكل كده سريع او بشكل بصري احنا عملنا تلخيص لكل الخطوات اللي احنا شرحناها دي في جاست وان دايجرام كده. الشخص او الباحث او القارئ لما يشوف الدايجرام ده يعرف هو وصل لكام نتيجه، ويعرف هو في الاخر هيشتغل على كام استدي في الدراسة بتاعته. كفاية بقى كلام نظري ويلا بينا نشوف التطبيق العملي بيتم ازاي. طيب اول طريقة هو ان احنا ننزل البريزما فلو تشارت من الويب سايت الرسمي بتاعهم. فهنكتب بريزما تشيك ليست او بريزما فلو تشارت، هنلاقي هنا البريزما فلو دايجرام، هنروح مختارين مثلا البريزما بتاعت 2020، هتروح ننزلها. ممكن تعمل داونلود للفايل، والفايل بالفعل نزل اهو. ممكن تبص هنا هل انت محتاج هي للداتابيزز وريجسترز واذر سورسز، ولا محتاجها مثلا للداتابيزز وريجسترز بس. تقدر تختار كلهم شبه بعض يعني، اما نفس الفكره، وتقدر تعمل مانيبيليشن او تقدر تغير زي ما انت عايز. دلوقتي ده البريزما فلو دايجرام بتاعك، ممكن تغير التكست ده وتكتب اللي انت عايزه. وهنا زي ما احنا قلنا اول خطوه الخطوه بتاعه الايدنتيفيكيشن، records identified from databases. يعني انت مثلا استخدمت باب ميد، استخدمت سكوبس، استخدمت كذا، طلع معاك النمبر النهائي مثلا 500 نتيجة، هتروح حاطط هنا ال 500 نتيجة بكل بساطة. طيب لو انت مثلا بتشتغل على الانترفنشنال سيستماتيك ريفيوز واستخدمت ريجستريز، او استخدمت كلينيكال ترايل ريجستريز زي clinicaltrials.gov والحاجات دي كلها، فممكن تكون جايب كلينيكال ترايلز ارقام او ريجستريز بتاعت كلينيكال ترايلز معينة. فممكن تحط مثلا ان انا جايب 5 دراسات. ممكن لو انت مش جايب ريجسترز خالص وبتشتغل على مثلا دايجنوستيك تيست اكيورسي ممكن تشيلها كلها. طيب الخطوه اللي بعد كده ان احنا بنشيل الدوبليكيتس، بنشيل الحاجات المتشابهه. احنا دلوقتي جبنا فايلات من باب ميد، وجبنا فايلات مثلا من سكوبس، جبنا فايلات من اكتر من مكان، ممكن يكون في حاجات متشابهه هنا وحاجات متشابهه هنا اسمها الدوبليكيتس. فبعد لما يعني كان عندنا 500 ريكورد احنا شلنا منهم مثلا 400 دوبليكيتس. طيب هنا هتحط الرقم بتاع الدوبليكيتس بتاعك. بتشيلهم ازاي؟ ممكن تشيلهم باستخدام برنامج مندلي، ممكن تشيلهم باستخدام ريان، ممكن تشيلهم باكتر من طريقه، واتكلمنا في الخطوه دي في السكريننج. الحاجات الباقيه دي انت ممكن تحط مثلا هل في انت عملت استخدمت اي اوتوميشن تول معينه علشان تشيل ريكوردز، فاحنا ما استخدمناش اوتوميشن تولز.
هل انت شلت حاجات تانية لـ other reasons، يعني مثلا لقيت ان من كده مبقي مثلا 100 دراسة، فانت لقيت 3 دراسات مكتوبين مثلا بالصيني ومفيش دراسات اصلا، ويعني دراسات بايظة مثلا، فانت ممكن تحط ان احنا هنا شلنا 3 دراسات، فكده التوتال نمبر اللي انت شلتهم 403 دراسة من ال 500. هيتبقى كده كام؟ هيتبقى 97 دراسة. طيب هنا لو بصيت هنا الخطوة دي بتاعت الايدنتيفيكيشن، بينما الخطوة دي بتاعت السكرينينج. فلو بصينا على الخطوة بتاعت السكرينينج هنا هتلاقي ريكورد سكرينينج والتفكير بتاعها والاليجيبيليتي وما الى ذلك. طيب هتروح تتفرج على فيديو بتاع السكرينينج في السلسلة بتاعت الميتا اناليسز، وتعرف ايه هي الخطوة بتاعت السكرينينج. بتتم على مرحلتين، مرحلة اسمها التايتل اند ابستراكت سكرينينج، ومرحلة اسمها الفول تكست سكرينينج. فهنفترض في المرحلة هنا اللي هي بتاعت التايتل اند ابستراكت طلعت مثلا 80 ريكورد، ممكن تشيل الخطوة دي خالص. يعني انت لو مثلا حابب الجزء ده انا ما استخدمتوش او ما عملتوش، ممكن تشيله كله على بعضه، بعدين تطول السهم بتاعك كده عادي خالص. مثلا تحط ان احنا الاليجيبيليتي هنا المتبقي معانا 17 دراسة، وال 17 دراسة دول احنا طلعنا منهم 7 دراسات، علشان مثلا السبع دراسات دول تكتب الريزن بتاعهم هنا، ان مثلا دي وير ريفيوز، مثلا كانوا ريفيوز واحنا ما بنستخدمش الريفيوز، كان منهم 5 دراسات ريفيوز، مثلا دراسات مثلا يعني ان اليجيبل مثلا الاوتكمز بتاعتنا، فالحاجات الان اليجيبل ممكن تروح حاطط 2، والريزن التالت ده ممكن تشيله لو انت ما عندكش اي ريزنز تالته. احنا كده عملنا السكشن بتاعنا، متبقي بقى للشغل بتاعنا الستاديز المتبقيه في الموضوع ده كله 10 ستاديز. لو شلنا كده الريبورتس دي فهو ده البريزما فلو دايجرام بتاعنا، نقدر ان احنا نعمل له اكسبورتنج ونقدمه للمجله. اكيد طبعا هتروح عامل شويه بس ايه تعديلات كده، وتصغر الخط وتظبط الشكل بتاعه بحيث ان يكون شكله كويس، يعني هنا او هنا او تصغر دي، كل الحاجات دي كلها تقدر انك تعدلها بكل سهولة. فدي مثلا اول طريقة، ودي الطريقة الاوفيشال من البريزما ويب سايت ذات نفسه. لو جينا بصينا هنا نلاقي ده البريزما ويب سايت ذات نفسه. تقدر برضو تستخدم برنامج اسمه، الطريقة التانية برنامج اسمه ريفمان. فريفمان ده برنامج مشهور جدا تابع للكوكرن، وشرحناه في فيديو قبل كده، ممكن نشرحه تاني بالتفصيل، ولكن هنفترض ان احنا هنعمل انترفنشنال سيستماتيك ريفيو، بعدين هندوس نيكست، وهنسمي الانترفنشن مثلا استرازينيكا، وهنسمي الهيلث بروبلم هنسميه الكوفيد مثلا، وهندوس نيكست، واحنا عايزين نعمل فول ريفيو، وهندوس فينش. هنيجي عند السكشن بتاع الفيجرز هنا، هندوس عليه كليك يمين اد فيجر. دي الفيجرز المشهوره بتاعت البريزما بتاعت السيستماتيك ريفيو. هنختار من هنا البريزما فلو دايجرام او البريزما تمبلت، وبعدين هندوس نيكست. انت عايز تسميه ايه؟ عايز تسميه ستادي فلو دايجرام، عايز تسميه يعني بريزما فلو دايجرام، اي حاجه من الحاجات دي كلها مفيش اي مشكله، تسميه زي ما انت عايز تسميه. بعد كده عشان تعمل له تعديلات هتدوس عليه دبل كليك، وبعدين هتروح مختار هنا مثلا المربع ده، انا عايز اغير نمبر اوف ريكوردز، واروح انا حاطط ان احنا كان عندنا 500 ريكوردز ايدنتيفايد ثرو داتابيز. عايز تغير الكلام ده كله ماشي، عايز تحطه بشكل اي شكل انت عايزه ماشي، مفيش مشكله. هنا مثلا additional records جايبينهم من databases تانية او جايبينهم من other sources، جبنا 50 مثلا additional records، فتكتب اللي انت عايزه. في ناس بتخلي الحتة بتاعت الidentification دي فيها تفاصيل اكتر، فممكن مثلا تضيف هنا زي ما احنا شايفين في الحاجات اللي فوق دي، لو انا حابب مثلا اضيف حاجة جانبية كده، وروح حاطط ان احنا هنا جايبين من from PubMed مثلا، نكتب كده ان احنا جايبين 500 paper من PubMed، وندوس اوكي. ممكن اروح حاطط كمان واحده اقول مثلا يعني 200 بيبر من الويب اوف ساينس مثلا. هتقدر تعمل موديفيكيشنز اللي انت عايزها، وتغير المساحه برضو بتاعت كل حاجه من الحاجات دي. وفي الاخر خالص احنا هنفترض ان طالع النمبر هنا نفس النظام بالظبط، بتعمل الايديتس اللي انت عايز تعملها. النمبر اللي طالع هنا مثلا 1000 ايديت التوتال نمبر بعد الدوبليكيتس، بتقرا الحاجات دي كلها ريكوردز سكريند فول تكست الليجيبيليتي، وتغير زي ما انت عايز. حابب مثلا هنا تحط ان احنا يعني عملنا اكسكلوجن لحاجه معينه، بتروح دايس على التيبل دي فيروح حاطط لك الاكسكلوجن حاجه معينه. حابب مثلا تضيف خانه فوق الخانه دي، ممكن تروح تدوس هنا
بعدين تكتب الحاجات اللي انت عايز تكتبها في الخانة دي زي ما انت شايف هنا كده. ممكن تروح حاطط لها اكسكلوجن كمان، تقدر تعمل موديفيكيشن زي ما انت عايز. عايز تعمل ديليت هتلاقي هنا الخانة بتاعت الديليت، عايز تعمل ديليت للجزء ده هتلاقي هنا الجزء بتاع الديليت. بعد لما تخلص ده كله تقدر تعمل كوبي وتحطه في الوورد دوكيمنت بتاعك، او تقدر انك تعمل له سيف از كبقى بي ان جي كبي دي اف اللي انت عايزه. بريزما فلو دايجرام بتاعك اهو، تروح عامل له سيف ظهر معاك بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ده بكل بساطه خالص البريزما فلو دايجرام بتاعك باستخدام الوورد دوكيمنت وباستخدام الريفمان. ممكن تعمل حاجه ادفانسد، ولكن هي يعني دي رفاهيه زائده لو انت بتعرف تعمل حاجه زي كده او لا. ولكن ممكن تستخدم برنامج زي كانفا، ممكن تستخدم الفوتوشوب، ممكن تستخدم اي برنامج وتعمل حاجه زي كده لو انت حابب انك تعمل فيها الوان. يعني احنا في الوورد دوكيمنت هنا تقدر برضو انك تلون الشيب ده وتحط له شكل مختلف، تعمل له فيلينج مثلا بكلر معين لو انت حابب تلون. واي ثينك ان الوورد اسهل حاجه وفي من الاخر يعني. برضو تقدر تعمل حاجه زي كده ولكن باستخدام حاجه زي كانفا، تقدر تعمل يعني مربعات وتغير الفونت بتاعك والاشكال بتاعتك، ولكن حاسس ان هي يعني مجهود كبير على حاجه مش مستاهله اصلا. ولكن باختصار شديد هو ده الفيجوال سامري او ملخص البريزما فلو دايجرام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تشاركوا الفيديو مع اصحابكم وتشتركوا في القناه، ونشوفكم فيديو تاني. سلام عليكم. تقريبا انا قعدت ربع ساعه اسجل وفي الاخر نسيت ادوس على زرار التسجيل اصلا. يلا.